ليه؟ خلينا في حالنا. ايوه، سبحان مقسم الارزاق بالعدل، ربنا امر بالعدل. ما هو برضو امر بطاعة ولي الامر يا سناديب. الطاعة للحاكم العادل، اما الظالم فمالوش عليكم طاعة. سناديب انت ناوي على ايه؟ ولا حاجة. الله، على فين يا سناديب؟ سناديب يا سناديب. روح يا واد نجي خروف مدملك وذبحه. صباح الخير يا عمده. اهلا، يسعد صباحك يا نديم. العيال عاملين ايه معاك؟ عالي يا عمده. يعني هيكتبوا ويجروا باذن الله. همتك معاهم يا نديم. وهمتك انت معانا يا عمده. لو هني مقصر معاك في حاجه استغفر الله. مش اكل شارب نايم؟ الحمد لله. عايز ايه تاني؟ عايز اجرتي. اجره؟ اجرت ايه يا ندي؟ الله، هو اللي بيشتغل مش له اجرة؟ وانا اللي بقول عليك ابن حلال، اتريك طماع قوي. انا اللي طماع؟ امال مين يا ندي؟ انا كل اللي حلت علم، واظن الاجرة بتاعتي مش هتهز الالف فدان. يا دي الحسد يا اولاد. مش حسد، وربنا يبارك لك فيهم، بس ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انت هتعلمنني كمان. العفو يا عمده. خلاص اتفضل بقى، وما تجيبش السيره دي تاني. ازاي؟ انا عايز اجرتي. عجايب، هواني خلفتك ونسيتك؟ ما تنساني، بس ما تنساش اجرتي. طب بقى ما فيش اجره، كفايه عليا نومتك واكلتك. يعني ايه سخره؟ هواني حاجي ايه في اللي بيسخروا العالم؟ لا يا عمده، انا مش زي المغمضين اللي في ارضك، انا مفتح. فنجي لعينيك، ما هتشوفش اجره. انا مش متخدر زيهم، انا صاحي. اعمل ما بدالك، ما فيش اجره. ها ده انت اسمك الشيخ، الشيخ ابو سعده، اختش يا شيخ. انت هتجلي ادبك يا نديم. يمكن انت تقل ظلمك. لسانك طويل لما شبعت في داري. تاكل اجرتي؟ تاكل الحرام؟ ده حينزل في بطنك نار يا مفتري. ايه؟ سم هارف جد. سم لما ياخد اجلك. امشي من هنا. انا عايز اجرتي يا شارب دم العالم، يا واكل يا شيخ الغفر، يا واد اسحاته. ايوه حضرة العمدة، خدوا الجدهل على برا، ارموه برا. لك يوم يا مفتري. قول للفراري يشاهل حبة يا ابني. حاضر. السلام عليكم. عبد الله. الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك يا ابو. انت لسه واصل؟ انا قلت افوت عليك في الطابونة قبل ما اروح على البيت. طب يلا بينا، دي امك قلقانة عليك قوي. اهو جه يا ست، ارتاحي بقى. تعالى يا دنايا. اهلا يا حبيبي. اهلا. ده البيت مظلم من غيرك يا عبدالله. اهو نور. اهلا وسهلا. انت هنا يا روحية؟ بتسأل عليك يا حبيبي. فيك الخير يا روحية، ازيك؟ الله يسلمك. وحشتوني. نعم، احنا كلنا. مكسوف من ايه؟ ما تقول لها. ما تكسفهاش بقى. امال قول لنا يا ابني عملت ايه؟ الريف مليان غليان يا ابا، البلد بقت غابه مليانه وحوش، وعلى راسها الوحش الكبير. مين ده يا عبد الله؟ هو فيه غيره. الخداوي. بيلموا له اراضي البلد ويحطها له في عبه. بيشتروها له؟ والعربون سرقه، وباقي التمن ضرب. صاحب الارض المسكين يغرقوه ضرايب، ما يقدرش يدفع، ياخدوا منه الارض ويطردوه منها بالضرب. سيبنا بقى من ده كله، اخبارك انت ايه يا عبد الله؟ سبت العمدة وفتحت دكان خردواتي. خردوات؟ سيد محمد الفرماوي من الأعيان ساعدنا الله يستره. ربنا يفتح عليك يا ابني حبيبي. والدكان بقى مجلس أدب. طيب أقوم أنا بقى. ما بدري يا روحي. بدري من عمرك يا خالتي. طب استني ما أجي معاك يا وصلك.
خليك انت يا عبد الله. ودي تيجي انت لسه جاي من السفر، خليتكم بعافية. الله يعافيك يا حبيبتي. وبعدين يا عبد الله؟ خير يا روحي؟ هتفضل سايبني كده لامتى؟ انت احتملتيني كتير قوي يا روحي، لكن ايه يا عبد الله؟ مش عايزه اتعبك معايا. انا عايش معاك مطرح ما تعيش، وما افضلش مركونه كده. انت مش فتحت دكان؟ صاحب بالين كداب. يعني ايه؟ مفيش اديب بينفع في التجاره. الاديب مش ممكن يبقى تاجر، واحد بيدي والتاني بياخد. يعني الدكانه مش نافعه؟ اقولك الحق، قربت افلس. والعمل؟ مش عارف، اديني بحاول يمكن الاقي رزق في جهه تانية. نكتب الكتاب يا عبد الله، وخدني معاك في اي مكان، واللي يجرى عليك يجرى علي. لا يا روحي. ليه ليه؟ انت طول عمرك عايشه في عز، اقوم انا دوخك معايا ليه؟ عشان بحبك يا عبد الله. ده نفس احساسي، حد يحرم نفسه من انسانه بيحبها؟ انما انا غلبت معاك يا عبد الله، غلبت. بس 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 يا روحي، احنا في الشارع. انت ما تعرفش اللي بستحمله من كلام امي واخويا ومن الجيران، والناس ما بترحمش. انا مش قادره استحمل اكتر من كده، مش قادره خلاص. لازم نشوف حل. ما فيش قدامي يا روحي دلوقتي غير حل واحد. قول. خلصني. اخلصك. ايه؟ اخلصك مني. يعني ايه؟ اجي على روحي، واللي كان كأنه ما كان. تفسخ الخطوبة؟ مش قادر اقولها. والسنين اللي فاتت دي كلها وانا قاعدة استنى واستنى واستنى. انا عايز اريحك يا روحية، واعذب روحي. لا يا عبد الله، لا، انا هستحمل وربنا معاك ومعايا. هتسافر تاني يا عبد الله؟ ايوه يابا، امال هقعد اعمل ايه بس؟ وروحية هتسيبها تاني؟ حق ملكش حق، دي امها سلقاني بلسانها يا عبد الله، وانا مش قادره اقول لها حاجه، ما هي صاحبه حق. اعمل ايه ياما؟ مش مرسيلي على بر يا ابني؟ ده ابوها كلمني بصراحه، قال لي ما كانش ابنك عايزها يسيبها. سيبوا لنا فرصه اخيره، يمكن يابا من عارف. انا يا ابني ممكن اساعدك، انت وروحية تعيشوا معانا هنا. نرضى ابوها؟ انا مرضاش يابا. ليه؟ ده بيت ابوك يا عبد الله. لا ياما. طب يا ابني في حل تاني، قضي مع مراتك يومين هنا وسيبها معانا واتكل على الله. سيبوني اجرب حظ المره دي. اصل الجدود من اللي ابتدى معدن اصيل بالشكل ده، اصل الجدود من اللي ابتدى معدن اصيل بالشكل ده، واحنا كمان طالعين كده. مصر الحبيبه بلادي، انت تقول يا ولادي يرد كل الوادي. مصر الحبيبة بلادي، تنده تقول يا ولادي يرد كل الوادي. احنا فداك يا مصر، فداك يا مصر. المتمرد، غدا حلقة جديدة. اسلام فارس. المعدن الحر انتو بتعلى عالايام. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات عيد عبد الله. اصل طور تلاقي الفرع مادد وباين. الاصل ضل. ايه رايك؟ بكل سرور يا سعادة الباشا. على بركه الله.
حلت المشكلة خلاص يا روحية. يا من انت كريم يا رب. هنكتب الكتاب وهنتجوز وهنعيش تحت سقف واحد يا روحية. يا سلام، الحلم اتحقق، كل اللي كان هاممني قلقك. خلاص يا روحية، خلاص مش هتقلقي، هترتاحي، هتطمني. بقول ايه يا مصباح يا اخويا؟ قول يا شيخ عشري. هو الصبر مش له حدود؟ طب ما تدخل في الموضوع يا شيخ عشري. ما انت عارفه هو فيه مواضيع غيره. ابن عبد الله بقى متمسك ببنتك روحية. ايوه بس الحكاية طالت قوي. الحل اللي يعجبك يا شيخ عشري انا موافق عليه. ما هو ما فيش غير حل واحد. قول يا شيخ عشري. انا بس بدي اعرف رأيك انت، لو روحية بنتك تعمل ايه يا مصباح؟ احنا في موطن جد يا مصباح. وهو انا خرجت عن الجد؟ مش عايز تخلصني من الاحراج؟ اصرحك انا بقى. انت تؤمر يا شيخ عشري وانا انفذ. انا قلت ان مفيش غير حل واحد. الله، عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا كنا لسه في سيرتك يا عبد الله. ازيك يا مولانا؟ الله يسلمك. اقوم انا بقى. ايه على فين يا شيخ عاشري؟ انتظر اما تسمع الخبر الحلو ده. خير يا عبد الله؟ انا تعينت وكيل دايرة سعادت له شاهين باشا كينج. ياه، وكيل دايرته مرة واحدة؟ ايه يعني دي وظيفة كبيرة؟ ده منصب كبير قوي قوي. طب اقعد بقى، اقعد لسه بدري. والدايرة دي مركزها فين يا عبد الله؟ لها مكاتب في طنطا ومكاتب في مصر يا مولانا. عال عال، يعني هتبقى ما بين مصر وطنطا واسكندريه طبعا. ما تستغناش عنكم ابدا. هنكتب الكتاب امتى يا مولانا؟ حدد وانا جاهز. بتضحك على ايه يا مصباح؟ العبد في التفكير والرب في التدبير يا شيخ عشري. يوم الخميس اللي جاي. كويس يا مولانا. الله، ما تضحكنا معاك يا مصباح. لا لا لا، خليها في سرك. خلاص انا فاهمك قوي يا مصباح. يا ريت يا شيخ عشري، اللي ما تتقالش بالكلام تتقال بالضحك. الشاي يا عبد الله. يوه، مالك حسافخ من الضحك كده؟ الشيخ عشري هو من ساعة ما وصلت الطابونة وهو نازل ضحك كده. طب ما يضحكنا معاه. انت كمان بتضحك معاه؟ بعوم على عومه يامه. كنا فوق قمة جبل انا وهو، وخلاص هنرمي روحنا من فوق. ليه كفالة الشر؟ طب عبد الله، يعني انا بقى المنقذ؟ تمام. وهي يا اخويا اللي طلعكم الجبال؟ الناس اللي ما عندهاش صبر. ما تكلمني عربي. خايف لما تفهميشي؟ هو انا يعني فهمت لحد دلوقتي حاجه؟ يوه، ما تريحنا بقى يابا. الراجل العشري جاي يكلمني في موضوع عبد الله وروحيه. ها، ما اديتوش عقد نافع. ها، وبعدين؟ يجيني يمين يلاقي السكه مقفوله، يجيني شمال يلاقي السكه مقفوله. وبعدين بقى بينهج زي اللي طالع جبل. ها، وصلتم للإمة. وكانوا حيرموا روحهم من فوق الجبل لولا ربنا ستر لما طبيت انا. لا، ده انتوا حكايتكوا حكايه. انا فهمت الحكايه يا ام. طب ريح امك. الشيخ العشري كان جاي لابويا يقول له انهم صبروا كتير وعايز يشوف له حل. يعني ايه؟ يفسخ الخطوبة؟ لا، هو ما قالهاش بصراحة. أمال قال إيه؟ قال ما هو ما فيش غير حل واحد، وقبل ما يقوله طبيت أنا. أترين أترين كسف مني وكان قايم. أول ما سمع خبر تعيين عبد الله مسح كل اللي قاله. ما هي وظيفة كبيرة بقى، ما يطولهاش إلا الأكابر. الراجل بعد ما قام قعد. ووافق على كتب الكتاب. خلاص، اللي فات مات، خلينا في اللي احنا فيه. ربنا يتمم بخير يا رب. مين؟ النديم.
ما غيرتش يا نديم. انا عندي وعد يا روحية. اتفضل. اهلا اهلا يا سي عبد الله. اهلا يا خالتي. اتفضل يا ابني في اوضه الجلوس. جلوس ايه يما؟ ايه امال ده قعدوا في الفسحه؟ ما هو ما بقاش غريب يما. خلاص اتفضل هنا. لحقت وضفت الشقه في مصر؟ لا ده احنا قاعدين هنا في اسكندريه. ايوه يا خالتي. خير ما عملت يا سي نديم، ده كان شاغلني بعد روحي عني. اه يا خالتي هتقعد جنبك. وهنقعد فين يا نديم؟ في بيتنا مع ابويا وامي، على ما نشوف قاعدين هنا على طول ولا نازلين مصر. الله، وايه سبب التغيير ده؟ بقالي سنين بفكر روحية في اللي جاري في بلدنا، في استبداد الحكام وظلم إرهاب والفظايع اللي شفتها. وأول ما نزلت مصر وقابلت الأفغاني لقيت روحي ولقيت الطريق اللي بدور عليه من زمان. وشاهين باشا سبته؟ مصاحب بالين كذاب، لازم أسيب الدايرة. الله، أمال هتعمل إيه هنا؟ هقف على أول الطريق وابتدي المشوار، هنهض، هوعي الناس، هشحنهم ضد الظلم وضد المفسدين والظالمين. ازاي؟ هكتب يا روحية، هقول اللي في نفسي واللي كان مدفون في صدري، همزع كفنه واخليه ينطق. هتكتب فين يا نديم؟ في جريتين. مرة واحدة؟ ايوه، في مصر وفي التجارة بتوع اديب اسحاق. ما انت نصحة اهو. يلا لم حاجتك امال. طب مش اميك ابويا؟ ما خلاص بقى يا روحية، ابوكي وابويا واحد دايما يا سي نديم. يديم عزك يا خالتي. يلا امال يا روحية اطمني، انا استأذنت عم الشيخ العاشر. صحيح، هي دي فوتني برضو. ليه جرالك ايه يا روحية؟ انا زوجة الاديب الكبير عبد الله النديم. البلد غرقت في الديون يا عشري. قطع لسانهم، ده كلام الديانة يا مصباح يا أخويا. جسر عدوا عليه الأجانب علشان يتحكموا فينا. دي بلدنا بلد الخير. هو ما كانش الإسراف المجنون والسهر والرقص وحفلات ألف ليلة والسرايات اللي ملهاش عدد يا مصباح. وصلونا للحضيض وخلوا الدول الأجنبية تبقى وصية علينا. أيوة، يعني بقينا ايتام ولازم لنا وصي. الحكومة بقى فيها اتنين نظار اجانب بيتحكموا في البلد كلها. حكومة مصر يبقى فيها ناظر خواجة ازاي؟ البلد صحيت يا مصباح، ومحدش هيرضى الوضع ده ابدا. مدام نطقنا كل ده لازم يتغير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قطعت عليكم حديثكم ولا ايه؟ كنا بنتكلم في ظروف البلد. الله، امال فين النكت والزجل والربابه؟ ما هو كل وقت وله حديث يا نديم. اهو كده نبقى صحينا. غيرنا جلدنا يا نديم. سبحان مغير الاحوال. وهيبقى لنا لسان طويل. ما هو النديم لساننا، فيه لسان اطول من كده يا مصباح. روحية في المطبخ؟ ولعت وابور الجاز بسخن مية، ودينا بنضف الخضار. طب سيبي يا اختي، سيبي اللي في ايدك ده، سيبي يا شيخة. ليه يا خالتي؟ ده انا بعرف اعمل كل حاجة. عارفة انك ست بيت. طب ما تطبخش ليه بقى؟ انت لسه عروسة يا روحية، وفيها ايه لما ساعدك؟ ما هو طول ما انت عروسة ايدك مش هتتمد لا على كنس ولا مسح ولا غسيل ولا طبيخ. حسبي يا خالتي، احسن افضل عروسه كده على طول. وانا بديك الساعه. اما مرات ابني تنبسط وتفرح وتتهنى، ده يوم السعد يوم ما دخلتي عليا البيت يا روحيه. تعيشي يا خالتي. اهو جوزك جه. نديم. انا يا روحيه. يلا يلا اغسلي ايدك وروحي لجوزك. ما شاء الله ما شاء الله، انت ابتديتي تشتغلي في المطبخ. فاشر، لهو احنا هنعمل زي اهل زمان يا ابني. كانوا بيقولوا ايه يا اما؟ اللي ياكل لقمه يلطم عليها لطمه. تعال هنا جنبي. خير يا روحيه؟
انا بعرف اسلوبك كويس. بتعرفي ازاي؟ ما حدش بيكتب زيك كده. ايوه، ما بقتش زي اللي بيكتبوا سجع وكلام متركب على بعضه بالعافيه. اتفضل. مش دي مقالتك؟ ايوه. يعني انت اللي كتبتها؟ طبعا. طب ليه ما حطوش عليها اسمك يا ستي؟ بكره يحطوه. لا لا لا، كل واحد لازم ياخد حقه. الناس دلوقتي هيفتكروا ان اللي كاتب المقاله دي صاحب الجورنال اديب اسحاق. يفتكروا ازاي بقى؟ المهم دلوقتي ان الكلام يتنشر والناس يقروه. عجايب بقى، اللي بيطالبوا بالحق هم اللي يهضموه؟ ما يقصدوش. شوف بقى، انا عايز اشوف اسمك يا نديم. هتشوفيه باذن الله. ومع ذلك ما هو اسمي على لسانك اهو. مش بس على لساني، ده في قلبي من جوه، بس عايز اشوفه بعيني هنا اهو على المقالات دي. بسيطه بس نفسي بقى اقرا لك مقال مولع زي ده. ايه ده؟ منشور جمعية سرية اسمها مصر الفتاة. لابد من القضاء على ديكتاتورية اسماعيل واستبداده والعمل على خلعه او قتله. ايه ده؟ قتله؟ اه. وانت ايه علاقتك بالجمعية دي يا نديم؟ اول ما وصلت اسكندرية اتصلت باتنين اصحابي دعوني للانضمام للجمعية دي فانضميت. ما قلتليش يعني. المهم انت لسه في الجمعية دي؟ الجمعيات السرية دي يا روحية عملها ما بيتعداش عدد محدود من الناس، ومجال نشاطها ضيق، وانا الطريق السليم في نظري هو تبصير الشعب باللي جاري، وبالشكل ده تتسع الدايرة وتشمل كل الأمة. وقتها ما في الظلم يقدر يقف في الطريق، ولا فيش استبداد يقدر يمنع الطيار. يا لهوي. ايه في ايه؟ عايزين يقتلوا الخداوي. يقتلوا الخداوي؟ مين دول؟ ده كلام ياما. عبد الله اوعى تكون منهم يا ابني. لا ياما، ابعد عن الشر يا دنايا، احنا ناقصين. ده انت اللي حكيت لنا على اللي بيعملوه في الخال. خسارة شبابك يا حبيبي. اطمني يا خالتي. وانتي ساكتة ما ياخدوه منك؟ ما انا مش ساكتة يا خالتي. وهو حصل ايه عشان تتكلم؟ ياما انا معرفش اشتغل في الضلمة، انا بشتغل في النور. تحرق قلبي عليك ليه يا حبيبي؟ بعد الشر عليك يا خالتي. لا يا عبد الله لا. احلف لك باني ماليش علاقة بالكلام ده. اوعى ادخل المطبخ من هنا تجيب السيرة دي تاني. لا ما تخافيش. ما قلتليش يا نديم انت لسه في الجمعية دي؟ لا يا روحي. طب احلف لي. وحياتك عندي. مش الخديوي وافق على مطالب الاحرار اللي حددوها في اجتماع الجمعية الوطنية؟ الخديوي يعلم ان حكمه يحتضر، وهو يحاول ان يتخذ من الشعب جسرا يعتليه لاستمرار حكمه، فاذا نجحت خطته حطم الجسر كعادته. المهم ان شريف باشا كلف بتشكيل وزارة وطنية يستبعد منها العنصر الاجنبي، وان الوزارة الجديدة ستضع دستورا لحكم البلاد. مش ده اللي كنا بنطالب بيه؟ يا مولانا ده البلد زيطة. هذه الفرحة تعكس وجود رأي عام قوي مجمع على التصدي للطامعين والمستعمرين. وأظل يا نديم عند رأيي في المستبدين، فلست أثق في مستبد مهما خضع تجنبا لطيار عاصف. هو حزب الإصلاح مش كلف شريف باشا رئيس النظار يطلب من الخديوي إسماعيل التنازل لابن توفيق باشا عن العرش؟ نعم، فتوفيق أخذ في التقرب للحزب زاعما أنه وطني وأنه يعتمد على الحزب في إصلاح أحوال البلاد. عظيم. هيكون توفيق خيرا من أبيه يا نديم؟ نخدع أنفسنا إن صدقناه، فالأمر لا يعد أننا مضطرون لمصايرته إلى يوم تكون الأمة فيه مستعدة للتصدي العنف. يا مولانا، جيش مصر يا نديم، هذا ما دعوتك لأحدثك فيه ليكون في وعيك حين تفرض الظروف تدخل السلاح. ولكن ماذا يعلم مولانا عن أمر الجيش؟ صارت ألفة بين المدنيين والعسكريين، فأصبح لسانهم واحدا وشكواهم واحدة وسخطهم واحدا، وما أظن إلا أنهم سيجتمعون يوما على أمر. يبهجني ما أسمعه منك يا مولانا. والآن حدثني عن جمعيتك. دعوت إلى جمعية تأسيسية
وصار إنشاء الجمعية الخيرية الإسلامية واختاروني نائبا لها. ولما لا تكون رئيسها وأنت الداعي إلى تأسيسها؟ فضلت أن أترك منصب الرئيس لمحافظ الأسكندرية حتى أكبح جماح العدوان. ومتى يظهر أول مشروعات الجمعية؟ عما قريب نفتتح أول مدرسة بإذن الله. فتوكل على الله يا نديم. وحسبي ونعم الوكيل. هذه المدرسة هي باكورة أعمال الجمعية، فهدفنا نشر التعليم بيد أبناء الأمة لينشأ جيل عدته العلم الصحيح والتربية الصالحة فينهض بالبلاد. المدرسة أيها السادة تعلم الأطفال الإخوة في الوطن، وتبعدهم عن التعصب للدين أو العنصر، وتنشئهم على الوطن وحب الإنسان. ايوه كده يا مصباح، فك عن كيسك. والله الود ودي اسال منشيه كلها شربات. ده انا فرحان بيك فرحه يا عبد الله. تعيش يابا. في الحق يا نديم كان خطابك رائعا. انت صاحب الفضل يا مولانا. استغفر الله، الفضل لله يا ابني. لكن رغم اعجابي انا ما انكرش خوفي عليك. من ايه؟ من العواقب. عواقب ايه يا شيخ عاشري؟ طول بالك يا مصباح، خلينا نبهه. انت يا نديم اتعرضت في خطبتك لمسائل خطيرة. اللي بيصدى للدفاع عن الحق يا مولانا ما بيخافش العواقب. اللي يخاف من العفريت يطلع له يا شيخ عاشري. عفريت ايه يا مصباح؟ بس خلينا في الجد. وفيها ايه لما الجد يبقاله طعم الهزار؟ يا راجل ده اللي شافه ابنك محدش شافه. اللي شفته يا مولانا صنع قماشي، المر بلاقيه حلو على لساني لانه سخرني للحق ولمجاهدة الظلم. يسلم فمك يا ابني. ما تنساش يا مولانا ان البلد كلها كانت ملجمة من الخوف، ولما طلقت الخوف نطقت. هقول ايه يا نديم، الحق معاك يا ابني. عجيب. ايه بس اللي بيضحكك يا مصباح؟ لا ولا حاجة. بقى علشان ما قلت لابنك اني خايف والحق معاه؟ الشيخ العاشري ما قصدش اخفاء كلمة الحق يابا. طبعا لا. امال قصدك ايه يا شيخ عاشري؟ الاعتدال، يقولها بحكمة. عداك العيب يا مولانا. يعجبك ان لسان ابنك يسكت على طول يا مصباح؟ يسكت؟ يسكت ازاي؟ يحشروه في حنكو. ها؟ دول زبانية يا مصباح يا اخويا. في دي عندك حق. كده دقة بدقة. القهوة. اتفضل يا شيخ عاشري. قهوة دايما يا مصباح. انت الغراب ده جالك على الجرنان يا سناديم، كان جاب واحد من هناك خدته منه. اتفضل. عزل الخديوي اسماعيل وتولى توفيق باشا منصب الخديوية. الحمد لله الكابوس انزاح. نديم انت لسه صاحي؟ ايوه يا روحية. مالك؟ ايه اللي شغلك؟ قلنا موسى طلع فرعون. مين؟ الخديوي توفيق. بعد ما المجلس وضع الدستور، وبعد ما عمل لائحة الانتخاب، وقلنا خلاص انتهى عهد الظلم والاستبداد وحنبتدي عهد الحرية والعدل، راح توفيق قافل المجلس ومسرح اعضائه. هدي كل اللي بنيناه، وكأنك يا ابو زيد ما غزيت، وكأن املنا كان سراب. الامل موجود يا نديم. فين يا روحية؟ جواك. طول ما الامل موجود جواك هتجري وراه، وهيجي يوم يتحقق يا نديم. احنا مش املنا اتحقق واتجوزنا؟ ما كانش حد مصدق ان احنا هنتجوز. كل اللي كان حواليا كانوا يأسين،
أنا بس اللي الأمل ما فارقنيش لحظة. وأنا والله يا روحي. اللي يحب يا نديم عمره ما ييأس. أنت مش بتحب مصر؟ من كل قلبي. لا لا لا، حاسب. من إيه؟ أحسن أغير. ما هو أنت مصر ومصر أنت. ومدام بتحبها تيأس إزاي؟ مش يأس، أنا مش يأس يا روحية، ومستعد المعارك ملهاش أول ولا آخر. أمال إيه اللي قلقك؟ صعبان عليا، خطوة قطعناها لقدام نرجعها ورا تاني. هما اللي رجعوا مش إحنا. تمام يا روحية، إحنا على الطريق، مش هيرجعونا ورا تاني. هنمشي يا نديم لحد ما نقطع المشوار. أنتي مراتك. أنت عظيمة روحية. يا اختي مالك يا خالتي؟ يا استني عليها يا استني عليها يا روحية لما ترتاح. تعالي يا ام عبد الله. ايوه خلاص انا ما عدتش اخرج من بيتي ابدا. ليه يا خالتي في ايه؟ من خرج من داره اتقل مقداره. حصل ايه؟ اصل حماتك حلوه والمعجبين كتار. اختش يا ابو عبد الله. مش كفايه اللي جرالي؟ انت مش كنت رايحه تزوري امي؟ ولا رحت ولا جيت. ازاي واد خواجه مسبسب قال ايه؟ الا فين يا واد يا خلو انت؟ ينفضح زي ما فضحني. وبعدين يا خالتي اقول له اختش يا واد؟ ده انا زي امك يا واد. يقول لي هي الماما بتاع انا خلوه زيك كده؟ يا واد ابعد عني، مفيش فايده يا اختي، ورايا على طول. جمالك بيشد وراكي. والاخر يا بنتي راح ماسكني، امسي قدامي. رحت رقع بالصوت، اتلموا العالم وخلصوني منه بالعافيه. والواد ده عملته فيه ايه؟ لا للاسف ملناش دعوه بيه، الواد ده حمايه، يعني البوليس بتاعنا ملوش ولايه عليه. يعني الاجنبي من دول يمسخر فينا ومحدش يقول له اختشي، يقتل فينا ومحدش يحاكمه. هي بلدنا بقت سايبه كده، عزبه ملهاش صاحب. يا خساره يا خسارتك يا مصر. سيد افغاني، لقد دعوتكم لأبصركم بما عساه يكون قد فاتكم. ربما يا سمو الخديوي. أنا أحب كل خير للمصريين، يسرني أن أراهم في أعلى درجات الرقي والفلاح، لكن أكثر الشعب خامل جاهل، لا يصلح لأن يستمع إلى ما تلقونه عليه من الدروس المهيجة والآراء العنيفة، فيلقون أنفسهم والبلاد في التهلكة. ليسمح لي سمو أمير البلاد أن أقول بحرية وإخلاص إن الشعب المصري كسائر الشعوب لا يخلو من الخامل والجاهل بين أفراده، ولكنه غير محروم من العالم والعاقل، فالنظر الذي تنظرون به إلى الشعب ينظر إليكم. ماذا تقول؟ إن قبلتم نصح هذا المخلص وأسرعتم إلى إشراك الأمة في حكم البلاد عن طريق الشورى، كان ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكم. يا نديم في ايه؟ السيد جمال الدين الافغاني. ماله؟ نافوه. ايه؟ تعرفي نافوه ليه؟ خدي اقري بلاغ ادارة المطبوعات. لانه كان يعيث في الارض بالفساد. الافغاني
الأفغاني يعيسوا في الأرض بالفساد، شايف الافتراء، شايف المغالطة، شايف الكذب. العالم الفاضل الشريف بقى عندهم فاسد، ظلم ظلم. ويرأس جمعية سرية من الشبان ذوي الطيش مجتمعة على فساد الدين والدنيا. اخس اخس. شفت ازاي بيقلبوا الحقائق، بيلوها لوي. شفت ازاي بيشوهوا المخلصين. شفت ازاي بيرموا الناس باللي فيهم هم. معركة بين مغتصب وصاحب حق. هنكسبها، لازم نكسبها وناخد حقنا. طب هدي نفسك يا نديم. ازاي يا روحية؟ لو عرفت عملوا ايه في الافغاني. عملوا فيه ايه تاني؟ قبضوا عليه وهو رايح بيته مع خدام وابو تراب، وحجزوه في الضبطية لحد ما طلع النهار، وحطوه في عربية مقفولة وودوه على محطة السكة الحديد، وركبوه القطر على السويس. محدش سمح له حتى ياخد هدومه. خرج من مصر يا مولاي كما خلقتني. لا حول ولا قوة إلا بالله. معليش يا نديم، ربنا على الظالم. شفت بقى يا مصباح يا اخويا، القناصل الاوروبيين خوفوا توفيق من حزب الاصلاح، وفهموه ان الحزب ده خطر عليه وحيفضل يتآمر عليه لحد ما يعزله زي ما عزل ابوه. راح توفيق نافي الافغان. يعني القناصل هو كده تعين لهم اكبر مستبد. مصطفى باشا رياض الله يلعنه ويورينا فيه يوم. والعمل يا شيخ عشري؟ ما عادش قدامنا الا سكتين، يا نخضع لتوفيق ورياض والاجانب وترجع ريما لعادتها القديمه. ابدا، ده مش ممكن يحصل ابدا. يا نقاوم ونكافح لحد ما ناخد حقوقنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقعد يا نديم، اقعد يا ابني. اخبارك ايه يا نديم؟ كل خير يا مولانا. اتفضلوا. اهدى يا نديم. منشور الحزب الوطني. حزب الوطني؟ والحزب ده ظهر امتى؟ ده اول بيان بيعلنوا فيه انشاء الحزب، وبيطالبوا فيه بالاصلاح، وبان الخديوي يرجع للبلد الاراضي اللي اغتصبها ابوه من اصحابها بالخديعه والكرباج، اللي بيسموها الاملاك الخديويه. ايوه يا بابا. اهو ندفع منها الديون بدل ما تفضل في بطن الخديوي. نازلين تفتيش في البلد، والبوليس والمباحث بيدوروا على أعضاء الحزب. ومين بقى أعضاء الحزب يا نديم؟ غالبا مدنيين وعسكريين، ده اللي توقعه الأفغاني. يبقى حتولع. الخبر التاني نفوا أديب إسحاق. وجرايده يا نديم قفلوها. وانت يا ابني هتعمل ايه؟ اطمن يابا، سليم النقاش خد تصريح بجريدتين، واحدة سماها المحروسة والتانية سماها العهد الجديد، وكلفني أبقى مسؤول عنهم. وأديب نفوه على فين؟ على باريس. الحزب الوطني كلفه يفتح هناك جريدة يقول فيها المنقي ويفضح المفسدين. وإيه أخبار جمعياتك يا نديم؟ منتشرة يا مولانا في دمنهور ومتغمر ودمياط والمنصورة وشبرخيت، وعن قريب هفتح جمعية جديدة في مصر، جمعية المقاصد الخيرية. موفق بإذن الله. معناه ايه ان عثمان رفقي يوجه لنا تذاكر دعوة للحضور لديوان الوزارة في قصر النيل؟ لا، والدعوة عشان ايه؟ للمداولة في ترتيب الاحتفال بزفاف الاميرة جميلة شقيقة الخديوي. ما جرتش العادة يا عربي بيه ان وزير الحربية يدعي ثلاثة من امراء الاليات عشان يبحثوا زفاف اميرة. فعلا يا عبد العال بيه، انا متصور ان الامر فيه مكيدة مدبرة لينا. انا لا استبعد شرا من رفقي هذا. والعمل؟ لازم نلبي الدعوة ونسلمهم أروحنا؟ لا، احنا هنروح قصر النيل، ويرافقنا على هناك بعض ضباط آلي الحرس علشان يراقبوا الحالة عن بعد، فإذا وقع لنا مكروه يبلغوا إخوانهم. سر ياور، فين سر ياور؟ راشد باشا
يا راشد باشا، شوف عساكر الايدون رايحين على فين. اوقفوا الحركة دي، رجعهم كشلاق فورا. ما تضحكنا معاك يا نديم، قولنا ايه اللي حصل يا ابني. وصل عرابي والاتنين اللي معاه قصر النيل، لقوا المجلس العسكري منعقد. ليه بقى؟ عشان يحاكمهم. وبعدين يا نديم؟ نزعوا سيوفهم واعتقلوهم ومشوا بين صفين من الضباط الشراكسة لحد ما رموهم السجن. يترموا في نار جهنم يا رب يا قادر يا عظيم. كمل. وبعدين الضباط اللي مراقبين الموضوع بلغوا البكباشي محمد افندي عبيد، راح خارج بالآلاي كله من أشلاء عبدين وطالع على قصر النيل وهجموا على الديوان وكله هرب. أنا كل ما أتصور منظر رفق وزير الحربية الشركسي أفطس بالضحك. حصل له إيه؟ خدله في سنانه وقال يا فكيك. وهرب إزاي؟ نط من شباك على ورشة ترزية. يا ريتهم قطعوه وفصلوا منه حاجة عدلة. المهم لما ما لقوش رفقي دخلوا على أفلاطون باشا وكيل الحربية، حب يراوغ نزلوا فيه ضرب، جه أستون باشا ولارمي باشا. إنجليز دولة؟ جم يغيسوا أفلاطون، أمنبهم من الضرب جانب. وعرابي حصل له إيه؟ جايلك يا روحية. قعدوا يدوروا على عرابي واللي معاه، وكسروا الابواب وكسروا الشبابيك لحد ما وصلوا ليهم. الحمد لله. وفكوهم؟ امال رجاله رجاله بصحيح، ربنا يحميهم. خرجوا بيهم من قصر النيل على أشلاء عبدين. وايه بقى موقف الخديوي؟ عفى عنهم ونفذ طلباتهم وعين راجلهم البارودي باشا وزير حربيه. يا اخواتي حلم ده ولا علم؟ بقى الخديوي المستأسد يخضع للدرجه دي؟ دول يخافوا ما يختشوش. ايوه يخافوا، ما يخافوش الا من العين الحمراء. مش قلتلك يا اما اطمني؟ وانا كان في علم ان ده هيحصل. اهو حصل. خلاص مدام عرابي معانا محدش هيخاف. قول يا عبد الله زي ما عجبك، قول كل اللي في نفسك. فلاح عنيد يتهجم علي وعلى حكومتي، تبلغ به وقاحة درجة إثارة فلاحين ضد أعيان أتراك وشراكسة. ماذا يريد هذا الغبي؟ ثورة؟ لن أمكنه من إشعال نارها. ثور جهز قرار نفي النديم. عرابي بيه، مالك مكفهر يا بارودي باشا؟ حضرت اجتماع مجلس النصار وتقرر فيه نفي عبد الله النديم. كده قرار النفي لعرضه على الخديوي لاصداره. يتعجل الخديوي المعركه، فليكن له ما يريد. هات قرار نفي وقعه رياض باشا. لا يا سمو الخديوي، لا توقع القرار. قائد حرس خديوي؟ قائد حرس انا معترض على قرار اريد اصداره انا؟ كيف تبيح لنفسك هذا علي فهمي؟ ان النديم منا معشر العسكريين، وان لم يحمل سلاح العسكرية، ولئن اخذتموه بالارواح والاجناد. وهكذا ألغي القرار وقصرت يد رياض عن أن تنال النديم. فين النديم دلوقتي يا علي بيه؟ علمت أنه في ميد غمر. سافر له وبلغه اللي حصل وفهمه خطتنا، واطلب منه يدعو علانية لحركة الجيش. بقى كانوا عاوزين ينفوني. ما تتصورش رياض باشا بيكرهك قد ايه. هيقتلوا حقده بإذن الله. لما تلقى القرار وشه اصفر بقى زي الليمونة.
ما هو إلغاء القرار صفعة عنيفة على وشه العكر، فيه إذلال لعنجهيته، وهو واخد إن الكل يصدع لأمره. والخديوي الآخر حصل له إيه؟ كان بيزوم كأنه أسد مجروح. ولا أسد ولا حاجة، ده مستأسد عديم الحيلة. نسيبه يعوي ونكمل المشوار. شوف بقى يا نديم، هدف منظمة الجيش الوصول بالبلاد إلى الحرية والمساواة بين المصريين والأتراك، وذلك لا يتحقق إلا بإقامة حكومة دستورية تظلها الشورى، تخلص الأمة من الطغيان ومن النفوذ الأجنبي. عظيم، ده هدف بلدنا كلها. رئيس حركتنا الميرالاي عرابي بيه بيطلب منك إنك تدعو علانية لحركة الجيش بقلمك ولسانك. ده شرف لقلمي وعزة للساني. الله يعز مصر بيكم وبكل أحرارها يا نديم. أيها الناس، يا من افترسهم الفقر والمرض ظلما واستبدادا، لقد أقض أنينكم مضاجع جيشكم، فهب للدفاع عنكم واسترداد حقوقكم وانتشالكم من براثن العبودية، فانضموا لحركة الجيش، التفوا حول أبنائكم الغيورين على مصالحكم، واخلعوا عنكم ثياب العبودية. يا ناس، مطالبنا عادلة، نبقى بني أدمين في بلادنا. لابد أن ينتهي عهد الكرباج إلى غير رجعة، فأيدوا حركة جيشكم بزعامة الضابط الفلاح أحمد عرابي. أهلا بأول عضو مدني في منظمة الجيش. أهلا يا نديم. اعذرني يا عربي بيه إذا ما عرفتش أعبر عن امتناني لهذا الترحيب. لا أخفي عليك يا نديم إن لسانك وألمك خير عضد لنا. أستغفر الله. إيمانك بوطنك جعلك أقرب الناس إلى قلبي، ورجائي أن يضم حزبنا الوطني جميع طبقات الأمة، عسكريين ومدنيين، فلاحين وموظفين وعمال. لابد أن يؤمن الجميع بأن الثورة هي طريقهم الوحيد ليخلصوا أنفسهم من الأغلال التي كبلتهم ومن الرواسب التي أثقلت كاهلهم، فإن عوامل القهر والاستغلال التي تحكمت في البلاد طويلا ونهبت ثرواتها لا تستسلم بالرضا، ولا بد للقوى الوطنية من أن تصدعها وأن تحقق عليها انتصارا حاسما. الحمد لله على السلامة يا نديم. وحشتيني يا روحية. وانت اكتر يا نديم. انتزعت نفسي من الدوامة عشان اطمن عليكي. لو تعرف قد ايه كنت قلقان عليك. معلش يا روحية، ما هو لازم كلنا نستحمل لحد ما نرسي على بر. ما هو ده اللي بيخليني اصبر على بعدك يا نديم. مرة قلتيلي ان الحب عطاء من الجانبين، وان الزوجة لازم تضحي زي ما جوزها بيضحي. اللي قلته بعمل بيه. اهو ده اللي بيطمني عليكي وانا بعيد عنك. انا مستعدة اشاركك تضحياتك، بس يا ريتني بعرف اخطب. ما انت بتخطبي يا روحية. ازاي؟ بلساني. صحيح يا نديم، بلدنا هتبقى مصر تاني. طول ما انا شايف مصر فيكي بلاقيها حلوة في كل الظروف. لمعة الامل في عينيكي حركت الامل في وجداني، خليته يجري على لساني. اشراق ابتسامتك بيقرب الفجر، بيخليني اشوف النور في الضلمة والنهار في الليل. الله، حرمتني مدة طويلة من كلامك الحلو ده يا ندي. لو شفت الفلاحين اليومين دول حتما حتون عليك كل التضحيات. اتغيروا يا نديم. اللي كانت رؤوسهم في الطين بقت رؤوسهم في السماء،
الضلمة اللي كانت معششة في قلوبهم بددها نور الأمل. الفلاح المنكسر واقف النهاردة شامخ زي الهرم. كل فلاح يا روحية بقى عرابي، عرابي الفلاح المصري اللي تحدى الطغيان. يا ما نفسي أشوفه. ما هو قدامك. فين؟ أنا يا روحية، أنا وانتي وهو وهي، كلنا عرابي. ربنا ينصرنا يا نديم. اللي قلقني يا نديم عدم اطمئناني للزعماء السياسيين اللي انضموا لحزبنا. صحيح هم لهم مصلحة في التغيير والإصلاح، لكن أغلب الظن إنهم ما انضموش للحزب إلا لتصورهم إنه جسر يعبروا عليه لتحقيق أغراضهم. خليط عجيب، أهدافهم متباينة. فيهم اللي بيسعى لعودة سلطانه في الريف، وفيهم اللي فكرة الدستور عنده يعني انتزاع السلطة من الخديوي وبرياض وتسليمها لهم. ما هم فاهمين إنه الترك اتخلق عشان يحكم. الحرية عندهم يعني حريتهم هم في إذلال الفلاح ابن البلد الغلبان. ومع ذلك دول حبة رمل في بحر واسع يا نديم. الدنيا علمتني يا عرابي بيه ألا أطمئن إلا لمن لا يملك. ليه يا نديم؟ لأن عمره ما حيخاف، ما عندوش حاجة حيخاف عليها. والذي لا يخاف لا يتراجع، إنما اللي عنده اللي بيملك يخاف على ماله وسلطانه. والذي يخاف من السهل أن يتراجع. أعوذ بالله من التراجع ساعة الجد. وارجع أقول يا نديم إنهم مصدر قوة، إن استبعدناهم حيبقوا مع الخديوي ضدنا، ثم احنا لا نطالب إلا بالعدل لهم ولينا. المهم عيوننا تبقى مفتحة لهم. وأنا شايف يا عرابي بيه إنه في مواجهة هذه الطيارات لابد أن تنيبك الأمة عنها بكل هيئاتها، والفلاحين بوجه خاص، وذلك للتحدث باسم الأمة كلها. ده اللي فكرت فيه يا نديم، نطبع منشور نطلب فيه من الأهالي التوقيع على عرائض بإنابتي عنهم، ما نضيعش وقت. أنا جاهز يا عرابي بيه. اكتب يا نديم إن الوزارة الرياضية قد ركبت متن الشطط وعدلت عن الصراط المستقيم، وسكوتنا على ذلك عجز وجبن وتفريط في وطننا. لابد من إسقاط وزارة رياض باشا وتشكيل مجلس النواب ليحصل الوطن على الحرية. فوقعوا المحضر الوطني بإنابة عرابي عنكم في كل ما يتعلق بأحوال البلاد. وقعوا المحضر الوطني، وقعوا. حاسب يا راجل يا مجنون، حاسب. اي يا حمد الله، العسكري صدمته العربية. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة. مات. شيلوا الجثة يا عساكر، لا اله الا الله، شيلوا جثة زميلكم وادخلوا بيها سرايا راس التين على الخديوي. دم الراجل ما يروحش هدر. طالبوا بمعاقبة الجاني. ما هذا التقرير بارودي باشا؟ ده تقرير عبد العال بيه حلمي عن حادث عسكري الطبقية اللي قتل في راس التين. ولماذا تقدم تقرير لي انا بارودي باشا؟ سموك المرجع الاخير. انا محكمة؟ عجيب، ماذا كان ينتظر مني بارودي باشا؟ هل يليق بمقامي ان يقتحم عساكر علي السرايا الخديوية حاملين القتيل مطالبين بمعاقبة الجاني؟ أليس ذلك خروجا على النظام بارودي باشا؟ هل أنا بوليس؟ هل أنا قضاء؟ أنا خديوي مصر بارودي باشا. عبد العال بيه بيشكو من قسوة الحكم اللي صدر ضد العساكر، الأشغال الشاقة وقضاء مدة العقوبة في لمان الخرطوم، حكم بالغ القسوة، بينما الجاني حر طليق. ده تطاول على مقام الخديوية. أنا خديوي مصر، أنا خديوي مصر. يا إخواني، عزل البارودي كما تعلمون، وعين مكان داود باشا يكن صهر الخديوي، فبادر يكن إلى إصدار منشور
نهى فيه الضباط عن الاجتماع في المنازل، وأنذرهم بأنه إذا وجد اثنان منهم مجتمعين فسيجرى ضبطهم واعتقالهم. المقصود تفريق اجتماعاتنا وشملنا تمهيدا للتنكيل بينا، ودي أوامر مخالفة للقانون والعمل. أزفت ساعة الخلاص. يا عرابي، لما جمعت حول هؤلاء العسكر؟ جئنا يا مولاي لنعرض عليك طلبات الجيش والأمة، وكلها طلبات عادلة. فما هي هذه الطلبات؟ نطلب سقوط الوزارة جانبة الغمة، وفتح مجلس شورى للأمة، ووضع حدود للحاكم والرعية، وإبلاغ عدد الجيش إلى العدد المعين في الفرمانات السلطانية. هذه الطلبات ليست من وظيفتك، فلما تظاهرت بشيعتك؟ لست أطلبها وأنا عسكري الصفة، بل أنا نائب هذه الأمة الواقفة. كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها. أنا خديوي البلد، أعمل زي ما أنا عاوز. لقد ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا. لقد خلقنا الله أحرارا، ولم يخلقنا تراثا أو عرقا. الله الذي لا إله إلا هو سوف لا نورث بعد اليوم. ألفت نظر سمو كديوي إلى سوء المغربة إذا زادت مناقشات عن هذا. لا 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 لا، ما فيش فايدة، لابد مما ليس منه بد، لازم أنفذ طلباتهم. يقتلوهم؟ يقتلوا مين؟ عرابي وجماعته. ابني ابني قتلوه. لا 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 يا خالتي، بعد الشر، ما هي دي اخرتها. دول حبة ضباط شراكسة عملوا مؤامرة لقتل عرابي وجماعته، زبطوهم قبل ما يعملوها. الحمد لله. وهو نديم فضح الدنيا ومسمي الخداوي الخاين المخدوع. واخرتها يا عبد الله؟ جايب القديم كله، مشرشح الخداوي اصله وفصله وجدوده واللي سرقوه واللي نهبوه، وعرابي مصمم على تنفيذ حكم المحكمة العسكرية على المتآمرين. هذا الخديوي الخائن سليل قصة الخيانة، يدعو الأجانب للتدخل في أمورنا وتهديدنا بأساطيلهم، لا بد من خلعه. الحمد لله على السلامة يا نديم. يا فين السلامة يا روحية؟ مش عرابي باشا رجع الحربية؟ مش دي المشكلة. أمال إيه؟ فاكرة لما قلتلك إن مش مطمن على مجلس النواب لما تبقى أغلبيته من أصحاب العزب والأطيان ومن السياسيين التراكوة؟ آه فاكرة يا نديم. أو اللي حسبته لقيته. إزاي؟ ساعة الجد تراجعوا لما طالبنا بعزل الخديوي، محدش منهم وافق، وسلطان باشا وجماعته آخر غرام مع الخديوي. يروحوا في 60 داهية، أهل البلد كلها معاكم. هنواجه الإنجليز وأساطيلهم ولا نواجه المؤامرات؟ نبص قدامنا ولا ورانا؟ القلق بيمزعني يا روحية. قول يا رب. بقولها يا روحية، لكن لكن إيه يا نديم؟ تصوري حالتي بقى شكلها إيه لما عصابة تدخل عليا بيتي وعايزة تخطفك مني. هدافع عنك لآخر نقطة في دمي، يا قاتل يا مقتول. أموت أموت يا روحية، ولا سيبش عرض للديابة ينهشوه. الموت ولا العار يا روحية. أنا آسف يا روحية، أعمل إيه؟ أنت الصدر الحنين اللي برتاح عليه. أنا كل ليك، كل ليك يا نديم، بس أنت طول عمرك أكبر من القلق. الظروف صعبة يا روحية، طول عمرك بتواجهها بصبر وحكمة وشجاعة. خايف من الفتنة يا روحية. فتنة؟ أي حد سيدبرها الخديوي مع أعوانه عشان يدوا الإنجليز مبرر ينزلوا اسكندرية ويحتلوا بلدنا. ما احنا لازم نصحاله. هو ده المطلوب. يا ساتر يا رب. نديم، الانجليز ابتدوا الضرب. يا رب احنا بنقول يا صبح نقوم نستفتح بالضرب. موسيقى
الله ودي حكمته. البيت هيقع يا رب يا رب. انت عصاري يا دي الخراب، هموت يا سي الشيخ. فوت علينا حق يا ابو صالح. تعالى يا عبد الله، قول لي ايه الاخبار. الخديوي قاعد في سرايه مصطفى باشا اخر سعاده، شمتان في عرابي باشا اخر شماته. اخص الله يلعنه، اغلب الطوابين دك الدك. انا شفت اعلام بيض على الطوابين. يعني ايه هنسلم؟ لا يابا اعوذ بالله. امال ايه؟ طالبين هدنه عشان نتفاهم على وقف الضرب. وحصل تفاهم؟ الانجليز مشترطين يا عساكرهم تنزل البر يا يضربوا تاني. يعني يحتلوا البلد برضانا؟ خليهم يضربوا، هو احنا هنموت مرتين؟ العروسة، شايفة العروسة روحية، عروسة البحر، عروسة المواني كلها اتحرقت، النار كلتها. يا خسارة يا خسارتك يا اسكندرية. فين الهيصة؟ فين الزيطة؟ فين الفرحة؟ فين الضحكة؟ ما عادش فيها صوت. أشباح، بقيت مدينة أشباح. خرابة، بقيت خرابة. فين ناسها؟ فين؟ هجروها يا نديم قبل ما يطلع النهار ويشوفوا العدو بيحتل بلدهم. لا، هيرجعوا لها تاني يا روحية، هتهيص تاني وهتزيط تاني وهتفرح تاني. عرابي ما ماتش، عرابي حي. هنقاوم وحنحارب ونموت بعد الشر وتعيش مصر. مفيش اخبار؟ طلع لسه هربان والحكومة بقى مش عارفة تتلم عليه. هتفضل وجع قلبي كده لامتى يا عبد الله؟ انا عارف ايه اللي مشحططني معاك كده. مش بتشتغل عندي يا حسين؟ ده مش شغل، دي تكتيفة. انا عامل زي التلميذ المتذنب، وشك في الحيط كتف ايديك وراك. مكتفني معاك ليه؟ عشان ما اقدرش استغنى عنك. من يوم ما جينا بيت الشيخ مصطفى واحنا قاعدين هنا زي الحريم. حريم؟ ما شفناش السكة. انا حاسس ان انا اتغيرت. ازاي؟ بقيت طباخة، ما ناقصنيش الا فستان ومريلة وابقى طباخة. استنى سيدي الشيخ مصطفى يجيب لي اللحمة والخضار علشان اطبخ. ما هو لو خرجنا من هنا هنتقفش يا حسين. هتتقفش انت مش انا. لا وانت كمان. وانا مالي؟ انت شريكي. شريكك؟ امال اعلان الحكومة بيقول اللي يخبي النديم واللي يعرف مكانه ولا يبلغش عنه يعاقب بالاعدام. يعني انا والشيخ مصطفى اعدام؟ ده اذا قفشوني هنا. رجاله، ما هو ده اللي تعبني. انت اصلك علمتني حاجات بيجيب المغز. زي ايه؟ عطاء وفاء. مش حاجة كويسة يا حسين. مش واخد منها الا الشرف. بيتباع بكام دي؟ ملوش تمن عند الاشراف، عمره ما بيتباع. ومع ذلك اي بني ادم خاين يقدر يروح دلوقتي على البوليس ويقول عبد الله النديم عند الشيخ مصطفى في بولاق، يقبض على طول 1000 جنيه. تحب تبيع شرفك يا حسين؟ انا برضو نبيع عبد الله النديم. شفت بقى انا ثقتي في محلها ازاي؟ ده انا ان عملتها ابقى ابن حرام. عمرك ما هتعملها، لانك انسان شريف ووفي، ابن بلد اصيل ما توسخش. طيب خليك انت وافي بقى وقول لي احنا قاعدين هنا لحد امتى؟ لحد ما اجهز نفسي يا حسين. بتعملي في روحك كده ليه يا بنتي؟ ده انت حامل وعلى يومك. نديم في خطر يا اما. ارمي حمولك على الله يا بنتي. يا اما دول 1000 جنيه. ايوه مش نص فرنك. فيه كم بني ادم نفسه فيهم؟ كتير، انما ابن الاصول ما يعملهاش.
هم فين ولاد الأصول يا أم؟ والله إن عملها واحد فقير يبقى معذور. لا يا روحي، مش بالفقر والغنى يا بنتي. أيوة، ما الأغنية هم اللي خانوا يا أم. الفقير من فقره بيقول يا رب، بيعرف ربنا، بيشتكي للي بيرزق. إنما الغني من دول عمياه فلوسه، كل ما تكتر يقول يا فلوس، وما يهموش تيجي من الحلال ولا من الحرام، المهم سيدي وبس. نديم قلقني قوي يا أم. ايه مالك يا روحي؟ مغص يا أم هيقطع بطني. لازم قربتي. سيدة يا سيدة، الحين بداية. تعبك معايا يا روحية، رايحة وجاية في الليالي. مش عايز تشوفني يا نادي. بخاف عليك يا روحية، كل ما بتمشي من هنا بفضل قلقان، لحد ما اطمن انك رجعت بيتكم بالسلام. يعني هيخطفوني يا نادين؟ الجواسيس مالية البلد، ما بيهمدوش. هو الغل لسه لحقهم منك؟ مش كفاية اللي عملوه في عرابي ورجالته، اللي نفوه في السودان واللي نفوه في سيلان؟ مش هيرتاحوا الا ما ينتقموا مني. ربنا اكبر منهم يا نادين. لو يعرفوا العذاب اللي انا فيه كانوا صرفوا النظر عني، لكن يهون العذاب ما دام انا قلقهم. عذاب ايه كف الله الشر؟ الضلمة يا روحية، دنيتي زي ما انت شايفة كلها ليل، والوحدة، الوحدة صعبة اوي يا روحية. ومش عايزني اجونسك. ده انت النور اللي بشوفه في الضلمة دي، انت الشعاع الوحيد في الليل الطويل اللي بيمر علي. معلش، الصبر طيب. بص في عينيا يا نادين، طول عمرك بتشوف فيهم الامل. شايف يا روحي، أنا عمري اليأس ما عارف طريقه لنفسي، وهو لولا الأمل كنت هربت. بس اللي عندهم أمل بيضحكوا للدنيا عشان الدنيا تضحك لهم. أديني بضحك أهو. مين؟ بوليس. بوليس، استر يا رب. البوليس عايز ايه تاني؟ نعم الشيخ عشري، احنا مقدرين موقفك. موقف ايه يا حضرة الضابط؟ باعتبار ان المطلوب يبقى جوز بنتك. ماله جوز بنتي؟ ما انت عارف انه مطلوب القبض عليه. وانا حعيشكم؟ اذا سلمته برضاك مش هيجرالك حاجة ابدا، هيعفى عنك وعن أهل بيتك كلهم. مش لما يجيني أبقى أسلمه؟ لا بقى، أنت مش متعاون مع الحكومة. يا حضرة الضابط، المعلومات اللي عندنا ما بتكدبش، النادين في بيتك. دوروا عليه. ادخل عسكري انت وفتشوا البيت. يا لهوي يا لهوي يا بتضحك على ايه يا ابو عبد الله؟ العصفور طار من القفص قبل الصياد ما يوصل. عصفور ايه؟ عصفور ايه وصياد ايه؟ هو انت بعد الشر حصل لعقلك حاجه؟ مش عارفه العصفور يا ابو عبد الله. هو ده وقت هزار يا ابو عبد الله؟ ده كلام جد. امال الهزار يبقى ايه؟ العصفور وصياد دي حدوته بيقولوها للعيال. العصفور ده يبقى ابنك. ابني عبد الله طار من القفص. والصياد؟ الصياد يبقى البوليس. ابنك طار من بيت العشري قبل البوليس ما يطب. الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. عرفت بقى انه مش هزار؟ هو البوليس ده مش هيتهد بقى. عبد الله مدوخهم، ولو عندهم حبه عقل كانوا صرفوا نظر عنه. دول نفسهم يشمتوا فيه. الحقد عام عينيهم ومبوظ عقولهم. ازاي؟ ما هو طول ما اخبار النديم منشوره كل يوم والتاني، الناس ما بتنساش اللي جرى. اخبار النديم بتفكرهم باللي جرى. ادم واحد بيتحدى الحكومه كلها
وبيمسخرها وبيضحك الناس عليها. أمال بقى 1000 نديم يعملوا إيه؟ 2000، 3000. ريت يا أبو عبد الله، يا ريت نخلص من الهم ده. بإذن الله. يا رب. احكي لي نديم، عملت ايه المدة دي كلها؟ قعدت في الكوم الطويل 3 سنين، وسميت روحي الشيخ يوسف المدني من المدينة المنورة. اهل المدينة؟ طبعا، ودرست الفقه والتوحيد واشتهرت قوي. اظرف حاجة بقى ان مدير الغربية مصطفى باشا صادق زار البلد وتقابلنا في دار العمدة. وعرفك؟ قال لولا علمي ان النديم مات بعد الشهر كنت قلت هو الراجل ده، لكن جل من لا شبيه له. وبعدين؟ الشهرة تجر وراها الحسد والمصايب. طبعا. رحت على المحلة الكبرى ومريت على صنهور والأوراشية، ونزلت ضيف على المنشاوي باشا وانا متنكر في زي يمني. يمني كمان؟ انما دي بقى ما فاتتش على المنشاوي. ازاي؟ الراجل اصله من جماعتنا وكان حيتحاكم مع العربيين لولا أناصل الدول اتدخلوا. ليه؟ أصله كان حمل أجانب لما قامت الفتنة أيام الثورة في طنطا. ورحت فين تاني؟ رحت على البكاتون وشباس الشهداء. وعملت هناك إيه؟ عملت مغربي وسميت روحي سي الحج. وقابلت هناك المزين وشكر فندي؟ وأخيرا جيت هنا. المكان هنا مأمون، ده احنا مشينا يجي نص ساعة في غيطان ما فيهاش بيت واحد لحد ما جينا هنا. الحمد لله على السلامة. وحشتني قوي يا ندي. ده مين الغريب اللي قاعد مع الفلاحين ده؟ شكله مش غريب عليا. النديم، هو النديم. هبلغ عنه واقبض 1000 جنيه. ودبت النديم يا جناب الحكم دار. سمع الحركة اللي بره يا روحية؟ ايوه. طولي كده شوفي مين. البوليس، البوليس يا نديم. مفيش فايدة، لازم اسلم. روحية، روحية، خلي بالك من كتبي، كل الكتب اللي ألفتها وانا هربان. اهو النديم اهو. ارجو معاملتي على اني مش مجرم، انا وطني. نديم، رجع البلد يا روحية، ومسيرنا حنتقابل. نديم، نديم، نديم. مش انت اللي تبكي يا روحية؟ امال اعمل ايه يا ابا؟ تفرح بجوزك. افرح؟ طلوك يا حبيبي. ما هي اولها خيانة واخرها خيانة. حبسوك يا نظري. واللي خان ما نبوش غير العار. طلع نقبه على فشوش، كان نفسه في 1000 جنيه، باع ابن بلده علشان 1000 جنيه. انما ما طالش ولا ملين، قالوا له المكافأة مدتها سنة. خلاص ده فات الوقت، 9 سنين. يا ترى هيعملوا فيك ايه يا ابني؟ الناس كلها هايجة علشانه، كل الجرايد بتطالب بالعفو عنه. يا ريت، يا ريت يا اخويا. وسيرة عبد الله رجعت الماضي كله. القبض عليه خلى الناس تفتكر الثورة وخطب النديم واللي كان بيقوله أثناء الحرب. تعرف يا أم عبد الله، أنا عندي أمل. ربنا يسمع منك. بشاير إيه؟
كل اللي ساعدوا النديم شنقوهم؟ ده اللي كانوا ناويين يعملوه فيهم. هم اللي عملوا لهم ايه؟ افرجوا عنهم. يعني في امل؟ في امل يفرجوا عن عبد الله؟ قول يا رب يا رب. نفوه؟ ايوه يا بنتي. لا لا، نفوه على الشارع. لا ام عبد الله، لا عبد الله، لا مش كده، انت تشد حيلك شويه، اضع اخف من اضع ام عبد الله. ام عبد الله، ام عبد الله، ام عبد الله. شرفت يافا يا سيد نديم. يا فضيلة المفتي، أنا مش قادر أعبر لكم عن امتناني لحرارة الاستقبال. وكيف لا نحتفي بثائر عانى مرارة البؤس والحرمان من أجل الحرية؟ أملي كبير في أن تثور الأمة ثم تدعو عرابي ليقودها من جديد إلى الحرية. هل اتصلت بعرابي؟ نعم، باسم مستعار. ما أوفاك يا نديم؟ أنا حريص كل الحرص على ألا تؤثر الهزيمة في نفسه. قد تكون الهزيمة لتقوية العزيمة. ما علينا في هزيمتنا عار. أعوذ بالله. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات العميل، مات الخائن، مات المستبد، مات الظالم. هو مين يابا؟ توفيق الخديوي. توفيق مأواه جهنم وبئس المصير. شيخ عشري، أنا أول ما سمعت الخبر خدت الأطرنة وروحية مبروك عليك أنت يا ست الكل، يا أصيلة، يا بنت الأصول. تعرف يا شيخ عشري، أنا أول ما الخديوي عباس وقع مع الإنجليز قلت الشاب ده محتاج لرجالة يسندوا ظهره، وهو فيه أرجل من النديم. ما فاتش يوم والتاني إلا وراح طالع قرار العفو عن النديم. النديم راجع يا روحية. الحمد لله. أنا مش مصدقة أنت معايا تاني يا نديم. معاك طول العمر، واشرب لأجل عيونك أمر المر. مش راحت بقى أيام المر. لا يا روحية، مش هتنتهي طول ما العدو كابس على أنفسنا. مش أنت اللي بتقول كل شيء وله آخر؟ نفسي أشوف آخرتهم قبل ما أموت. ربنا يحقق لك أملك. قولي بقى. ناس أصلة يا روحية، استضفني مفتي يافا السيد علي أبو المواهب. وشفت إيه هناك؟ زرت القدس وبيت لحم ونابلس والخليل. وناوي تعمل إيه هنا؟ حمسك ألمي تاني. هيسمحوا لك تفتح جورنال؟ هفتحه بس باسم أخويا. هتسميه إيه؟ الأستاذ. اقرا الاستاذ، اقرا النديم، اقرا الاستاذ.
القائل بيدي لا بيد عمرو، أنشد شعراؤكم القصائد الطنانة في مدح المحتلين، وبذلتم أموالكم وأرواحكم في سبيل دخولهم البلاد. الله 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 الله، جرى لك إيه يا نديم؟ ما كنت عاقل يا ابني. مقال عنيف يا نديم. ليه ما نكونش راجل واحد نسعى لهدف واحد وهو مصر للمصريين؟ أنا خايفة عليك منهم يا نديم. لازم الشباب يصحى بقى يا روحية، هيبعدوك عني تاني. هنهرب من قدرنا روحية. نفوك تاني يا نديم وللآسي تانا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أودعكم، والله يعلم أنني أحب لقاكم والخلود إليكم، وما عن قلا كان الرحيل، وإنما دواع تعدت، فالسلام عليكم. هذا الهزال يا نديم؟ آثار المحنة. إنك لم تبلغ الخمسين بعد، وأراك وكأنك ابن السبعين. الصخر تذيبه الأيام، فما بالك بإنسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. مالك يابا؟ مفيش يا بنتي مفيش. لا، في حاجة أنت مخبيها عليا. النديم لسه عيان يابا؟ البقية في حياتك. مات النديم؟ مات؟ لا لا لا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا مصر، لقد أديت واجبي، من أجلك عشت ومن أجلك قاسيت ومن أجلك أموت غريبا. أصل الجدود من اللي ابتدى معدن أصيل بالشكل ده، جدود من اللي ابتدى معدن أصيل بالشكل ده، واحنا كمان طلعين كده مصر الحبيبة بلادي. عدت لكم هذه السهرة عيد عبد الله في كل الوادي، ومصر الحبيبة بلادي تنده طول يا ولادي، يرد كل الوادي احنا فداك يا مصر فداك يا مصر. هنا القاهرة وساعتنا فيها الثالثة والنصف ودقيقة واحدة.